دوري ابطال افريقيا والجوله الرابعه، وكما يقول انها جوله الحسم. فرق لو كسبت مبارياتها تعلي املها في الصعود، وفرق لو خسرت مبارياتها املها تنزل في الصعود، وفرق ضمنت الصعود، وفرق لسه بتصارع من اجل المنافسه على الصعود. هنتكلم في كل حاجه عن الست فرق العربيه في بطوله دوري ابطال افريقيا ومبارياتهم في الجوله الرابعه. بس طالما الحلقه دي وصلت لك تنزل اعمل لايك، واول مره تشوف تنزل اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد اول باول. يلا بينا نخش نتكلم عن الجوله الرابعه، جوله الحسم. حطني رقم واحد في الأقصين. يوم الثلاثة نبتدي اليوم بثلاث مباريات الساعة 3 العصر، ثلاث مباريات بتضم فرق عربية: سيمبا التنزاني ضد المريخ السوداني، الأهلي المصري ضد فيتا كلوب الكونغولي، وكمان النادي السوداني ضد شباب بلوزداد الجزائري. خلونا نبدا باول مباراه، وهي مباراه المريخ السوداني وسيمبا التنزاني. المريخ السوداني وسيمبا التنزاني الاثنين لعبوا بعض المباراه اللي فاتت في السودان، وانتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0، وده مش في مصلحه المريخ. المريخ كان مطالب يكسب المباراه، لانه لو كسب مباراه سيمبا اللي فاتت كان ممكن يرجع بنفس التوقيت، لكن عنده لسه امل نوعا ما لو بصيص قد كده ان المريخ يصعد مجموعه. ازاي؟ لو قدر المريخ يكسب الثلاث مباريات القادمه بتوعه، يكسب سيمبا التنزاني ويكسب فيتا كلوب ويكسب الاهلي. ازاي بقى يصعد بعد ما يكسب ثلاث ماتشات؟ هو سيمبا دلوقتي معاه نقطه واحدة بس، لو كسب سيمبا التنزاني يبقى معاه 4 بونت، ولو كسب فيتا كلوب يبقى معاه 7 بونت، ولو كسب الاهلي يبقى معاه 10 بونت، وبكده يقدر يصعد من المجموعة. فالمريخ السوداني قدامه فرصة واحدة بس انه يكسب الثلاث ماتشات بتوعه القادمين، ولسه في لعب. هل المريخ السوداني أصلا هيكمل البطولة ولا هيخرج من دور المجموعات أو هينسحب أو هيطرد بمعنى أصح، بسبب إن مباراة سيمبا التنزاني يقال إن لاعب المريخ السوداني لاعب لاعبين مش مقيدين في القائمة الأفريقية، فهنا ممكن المريخ السوداني أصلا يستبعد من البطولة، ولو استبعد من البطولة يبقى كل فريق فيتا كلوب والاهلي وسيمبا كل واحد فيهم ياخد 3 بونت، والمجموعه تتشقلب راس على عقب بمعنى اصح. فمباراه سيمبا التنزاني والمريخ لو المريخ ما اطردش من البطوله يبقى مباراه على المحك. هل المريخ يكسب المباراه ويرجع المنافسه من تاني، ولا سيمبا يكسب المباراه ويحسم صعوده رسميا كاول المجموعه؟ ده انا عارف المباراه، ولكن المباراه تبقى صعبه جدا 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 على المريخ السوداني. المريخ السوداني واجه صعوبات في المباراه اللي كانت في السودان، وكمان سيمبا التنزاني فريق رخم جدا جدا جدا، قدر ينتصر على فيتا كلوب، قدر ينتصر على الاهلي المصري، فكمان عنده في تنزانيا الاجواء بتخليه افضل. المباراه هتلعب من غير جمهور، ولكن ارضيه الملعب بتساعد على لعب الكوره على الارض كويس جدا. فريق عنده سرعات، فريق شرس جدا على المرمى، فريق صعب جدا جدا جدا، ممكن يعني صعب على المريخ السوداني. المريخ السوداني هيواجه صعوبه كبيره جدا في تنزانيا. اتمنى التوفيق للمريخ، ولكن المباراه تبقى صعبه جدا جدا جدا، والكفه تترجح اكتر ناحيه سيمبا عن المريخ السوداني. المباراة الثانية اللي برضه نفس التوقيت هو مباراة الأهلي وفيتا كلوب. الأهلي وفيتا كلوب النهار يوم الثلاث برضه هيلعبوا الساعة 3 العصر في أجواء يعني ما تناسبش كرة القدم تماما. الأهلي هيلعب في الكونغو الساعة 3 العصر في ملعب نجيل صناعي في عز الحر والرطوبة عالية في الكونغو. المباراة الأولى في مصر ما بين الأهلي وفيتا كلوب انتهت بالتعادل 2-2، ولكن مباراة برضه الكونغو تبقى صعبة جدا على الأهلي، خاصة إن الأهلي في الآونة الأخيرة ما بيقدرش يكسب بره أرضه كتير. السنة اللي فاتت في دور المجموعات ما كسبش ولا مباراة بره أرضه، والسنة دي في دور المجموعات برضه ما كسبش ولا مباراة بره أرضه. أنا عامل لعب مباراة واحدة بس بره أرضه، هي مباراة سيمبا التنزاني، ودي تاني مباراة ليه لعب فيها بره أرضه، ولكن المباراة اللي شفنا فيها لعب بره أرضه ضد سيمبا التنزاني الساعة 3 العصر في أجواء مهيئة أكتر من المباراة اللي تبقى في الكونغو. المباراة اللي كانت في تنزانيا كانت نجيل صناعي، أنا عارف كنا الصبح أنا عارف كانت الدنيا حر، كانت في رطوبة كبيرة، ولكن كانت النجيل الطبيعي وبتلعب على الأرض كويس والأرضية كانت كويسة، ولكن في الكونغو هتلعب في كينشاسا في عز الحر الساعة 3 العصر برضه، ولكن زيادة طينة بلة كمان إن أرضية الملعب ترتان، والترتان زي ما احنا عارفين اللي هو بيطلع صهد، بيطلع صهد من ارضيه الملعب. فانت اللي انت الصهد اللي هيطلع من اللعيبه اللي هيطلع على اللعيبه من ارضيه الملعب والشمس، فهيواجه صعوبه كبيره جدا جدا. انا الاهلي اتمنى توفيق النادي الاهلي، ولكن المباراه تبقى صعبه جدا جدا. المباراه دي برده حياه او موت بالنسبه للنادي الاهلي. لو النادي الاهلي خسر المباراه دي بنسبه كبيره يودع البطوله، بنسبه كبيره يودع البطوله. لو خسر المباراه دي هيبقى فيتا كلوب ب7 بونت، وسيمبا التنازل تحسبا اللي هو يكسب المريخ يبقى 10 بونت، سيمبا 10 بونت الاول، فيتا كلوب الثاني 7 بونت، يبقى كده مطالب الاهلي يكسب المريخ في المريخ وسيمبا في مصر عشان يقدر يصعد من المجموعه. لو كسب الماتشين دول يبقى معاه 10 بونت، وكمان فيتا كلوب يبقى عنده ماتشين. لو فيتا كلوب كسب مباراه واحده بس رسميا الاهلي خرج من البطوله. فمباراه الاهلي ضد فيتا كلوب في الكونغو مباراه تحديد مصير، او مباراه حاسمه زي ما بقول من اول الحلقه اللي هي جوله الحسم. مباراه حاسمه، الاهلي خسر المباراه بنسبه كبيره هيودع البطوله، الاهلي كسب المباراه بنسبه كبيره هيصعد لدور القادم، ولكن من وجهه نظري المباراه تبقى صعبه جدا 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 على الاهلي. وبرده المباراه دي
الكفه الارجح فيها الفريق اللي ممكن يحقق فوز اكبر او النسبه الاكبر تروح للفريق فيتا كلوب. فيتا كلوب اكيد متعود على ملعبه، اكيد متعود على الاجواء اللي يلعب فيها، اكيد متعود على الاجواء اللي النجيل الصناعي والشمس والرطوبه الكلام دون. النادي الاهلي مش متعود عليه، وكمان النادي الاهلي ما بتكسبش بره ارضها، وزائد التينا بقى اللي هو بيلعبه في حر ورطوبه في اجواء ما لعبوش فيها قبل كده. المباراه تبقى صعبه جدا 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 على النادي الاهلي يوم الثلاث. المباراة الثالثة اللي هتتلعب في نفس التوقيت برضه هي مباراة الهلال السوداني وشباب بلوزداد. المباراة دي هتتلعب في السودان، والمباراة الأولى اللي اتلعبت في الجزائر خلصت بالتعادل الإيجابي 1-1. ولكن كده دلوقتي مجموعة الشباب بلوزداد والهلال ثلاث فرق عندهم نقطتين، المازيمبي والهلال السوداني وشباب بلوزداد، واللي يحلق وحيدا في الصدارة هو سيمبا سان داونز الجنوب أفريقي بتسع نقط، كسب الثلاث مباريات بتوع الهلال السوداني ومازيمبي وشباب بلوزداد. فالمباراه بتاعت الهلال وبتاعت شباب بلوزداد لو خلصت بالتعادل، لو مباراه برضه خلصت بالتعادل هتبقى مفيده للفريقين، الفريقين هيفضلوا برضه لسه في المنافسه، لان بنسبه كبيره سيمبا سان داونز الجنوب افريقي هيقدر يكسب مازيمبي في جنوب افريقيا. هو كسب مازيمبي في الكونغو، يقدر كمان يكسب مازيمبي بسهوله في جنوب افريقيا. فلو كسب مازيمبي في جنوب افريقيا تبقى مصلحه كبيره جدا سواء لشباب بلوزداد او للهلال اللي هم يصعدوا من دور المجموعات. لو حد فيهم كسب المباراه يبقى معاه 5 بونت والفريقين التانيين معاهم 2 بونت، فالمنافسه لسه في الملعب بين الثلاث فرق مازيمبي وشباب بلوزداد والهلال. لسه فاضل ثلاث مباريات ممكن يحصل فيها كل حاجه مباراه، ولكن الثلاثي يتصارع على المركز الثاني. المركز الاول خلاص اتحجز بشكل يعني بشبه رسمي بسان داونز الجنوب افريقي، فبنسبه كبيره الثلاثي بيصارع على المركز الثاني. المباراه تبقى صعبه جدا جدا على فريقين شباب بلوزداد والهلال السوداني، الاثنين داخلين مباراه عايزين يكسبوا المباراه، مباراه حياه وموت بالنسبه لهم. المباراه تبقى صعبه جدا على الهلال، مباراه صعبه جدا على شباب بلوزداد. اتمنى التوفيق للفريقين، ومباراه من وجهه نظري تبقى 50-50، مفيش كفه تترجح على الكفه الاخرى، ولكن المباراه تبقى صعبه جدا جدا جدا، وكمان تبقى صعبه انها تطلع تعادل وفريقين معاهم 3 نقط في المنافسه تبقى اشرس، ولكن اتمنى التوفيق للفريقين. المباراه الرابعه معانا وهي مباراه الوداد المغربي وحريك نكري الغيني. المباراه الاولى اتلعبت في المغرب خسر بفوز الوداد 2-0. المباراه الثانيه اللي هتلعب يوم الثلاثاء الساعه 6 في غينيا ضد حريك نكري. الوداد السنه دي مميز جدا، معاه مدرب كبير فوزي بنزرتي، معاه سكواد مميز جدا، محمد النجم، مؤيد اللافي، ايوب الكعبي، معاه سكواد يقدر يخليه ينافس على البطوله السنه دي. داخلين السنه دي بشخصيه البطل، شخصيه كبيره يقدر يكسب، يعني كسب ثلاث مباريات بطوله كازير تشيفز وبيتر اتلتيكو وحريه كوناكري. فالمجموعه بالنسبه للوداد سهله، لان الوداد خلاص حجز تقريبا الفريق انه حجز مركز اول بتسع بونت قدامه ثلاث مباريات، يقدر يكسبهم بكل سهوله عادي جدا جدا جدا، يقدر يخرج بال 18 بونت عادي جدا جدا جدا. فالوداد مباراه حراك ونكري مش هقول لك بالصعوبه القصوى، لان الوداد السنه دي فريق تقيل باين في المباراه، هو فريق تقيل، فريق تخاف منه السنه دي. فالوداد مباراه غينيا ممكن يخرج بالتعادل، ممكن يخرج بتعادل، واللي يخرج بتعادل مش سبب سوء من الوداد المغربي، لا بسبب ان ارضيه الملعب هتبقى سيئه بس، ولكن الوداد قادر جدا 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 يخرج من يكسب مباراه حريك ونكري ويوصل للنقطه 12. فوز بنزرت مدرب كبير، اللعيبه مدربين اللعيبه فريق كبير، فريق كبير للوداد السنه دي، فريق بيلعب بشخصيه البطل مميز جدا جدا جدا. ناس كتير برده في الكومنتات، نخرج سياق المباريات شويه، محل النادي الاهلي انت ما بتتكلمش تكتيك كتير على المباريات، ما بتكلمش كتير جدا على المباريات، لان الحلقه دي بتبقى تقديم للمباراه، مش بتكلم عن نقاط قوه ونقاط ضعف، لان بالنسبه لنقاط قوه ونقاط ضعف انت شفت الفريقين قبل كده، فمش يعني مش هاجي اقول لك انا الفريقين ايه نقطه قوه ونقطه ضعف ده وده، انا بقدم مباراه. ولكن لو محتاج تحليل او انت محتاج ان انا احلل لك المباراه بعينها قول لي في الكومنتس يا معلم، انت عايز انا احلل لك اي مباراه، مباراه الوداد، مباراه الهلال، قول لي في الكومنتس وانا ان شاء الله باذن الله هلبي طلبكم واحلل لكم المباريات. المباراه الخامسه وهي هتلاقيها الساعه 9 بالليل، مباراه مولوديه الجزائر وتونجيز السنغال. مولوديه الجزائر في السنغال قدر يتفوق على تونجيز ويكسب المباراه ويوصل النقطه الخامسه. دلوقتي مولوديه الجزائر معاها 5 بونت في المركز الثاني، مباراه لو كسبها معاها 8 بونت، ويبقى في منافسه شرسه جدا 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 بين الوداد، ما بين مولوديه الجزائر وما بين الزمالك وما بين الترجي. لو مولوديه الجزائر قدر ينتصر على المباراه يبقى 8 بونت، ولو الزمالك قدر ينتصر على الترجي يبقى 5 بونت، والترجي يبقى معاه 7 بونت في المركز الثاني. فالمنافسه هتبقى شرسه جدا 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 من ثلاث فرق، المولوديه الجزائر متصدر المجموعه ب 8 بونت، تحتيه الترجي ب 7 بونت، تحتيه الزمالك ب 5 بونت، فالمجموعه هتبقى مشتعله 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 لو مولوديه الجزائر كسبت تونجيز، وبنسبه كبيره ده اللي هيحصل.
نظام بقى ده اللي يحصل ان مولود الجزائر تبدا تنجز، قدرت تتفوق على تنجز في السنغال مش سهوله انه يكسبه في الجزائر، مباراه مش هتبقى بالصعوبه القصوى على مولود الجزائر انه يقدر ينتصر في المباراه الاولى في السنغال، يقدر ينتصر المباراه الثانيه في الجزائر كويس جدا. مولود الجزائر ابتدى مستواه يتحسن في المباراه القادمه، هنشوف متحسن جدا جدا من مدير الجزائر. مدير الجزائر اتمنى التوفيق اللي هو يفوز المباراه دي، ولا تبقى مش بالصعوبه القصوى على المولوديه، وان شاء الله يحقق الانتصار. المباراه الاخيره وهي مباراه الزمالك والترجي التونسي، المباراه تبقى اخيره في اليوم الساعه 9 بالليل بين الزمالك والترجي. مباراه الزمالك يبقى داخل المباراه دي بيلعب فيها حياه او موت، مطالب انه يكسب المباراه دي باي شكل من الاشكال. لازم الزمالك يخش المباراه دي حاطط في عقليته سواء مدرب او لعيبه او اي حاجه من الزمالك، بالاخص اللي هو لسه مغير جهاز فني، جايب كارترو مدرب مدير فني ومدرب عام حسام نبيه، ففي تغيرات على مستوى الجهاز الفني، ولكن كارترون مش مدرب الغريب، كارترون كان لسه بيدرب الزمالك من 5 شهور، فراجع عارف اللعيبه وعارف الترجي بتاع معين الشعباني كويس جدا جدا جدا. فانا واثق او عندي شويه امل ان الزمالك يقدر يحقق الانتصار على الترجي في ظل ان كارترون رجع من جديد. كارترون بيعرف يلعب المباريات الكبيره، بيعرف يلعب مباريات اضرب واجري اكسب واجري، وبيعرف يلعب المباريات دي كويس جدا. فانا اتوقع وانا اتمنى ان المباراه دي نعمل زي مباراه مثلا الترجي في دور الثمانيه السنه اللي فاتت او في السوبر السنه اللي فاتت، في مباراه باذن الله تبقى كويسه للزمالك انه يقدر يخش يكسب المباراه. الترجي الناحيه الثانيه برضه يبقى داخل المباراه محتاج يكسب المباراه، ليه؟ لانه يكسب المباراه، لو كسب المباراه يبقى بنسبه كبيره ضامن انه يصعد من المجموعات، يبقى معاه 10 بونت، فبنسبه كبيره يبقى ضامن انه يصعد من المجموعات سواء اول او ثاني، بس يبقى ضامن يصعد من المجموعات. المباراه تبقى شرسه جدا، المباراه تبقى قويه جدا، المباراه تبقى من كل النواحي، ده عايز يكسب ده عايز يكسب، المباراه تبقى يعني ضرب نار ضرب نار زي ما بيقولوا من ناحيه الزمالك من ناحيه الترجي. مباراه هنشوف مباراه تقيله جدا 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 على الفريقين. انا من وجهه نظري او انا كمصري زملكاوي اتمنى من كل قلبي فوز الزمالك بالمباراه، ولكن المباراه تبقى صعبه جدا 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 ما تقدرش تتحدد مين الفايز فيها، ولكن الكفه هنا هترجح لفريق اكتر جاهزيه في المباراه، فريق الجاهز اكتر، الفريق مش متوتر، الفريق مش مستعجل هو اللي هيقدر يفوز في المباراه، ولكن الفريق اللي يبقى نازل مستعجل متبرجل وعايز يجيب جون بسرعه وعايز يكسب المباراه بسرعه نسبه كبيره ممكن يخرج المباراه خسران او متعادل، والتعادل او الخساره مش في مصلحه الزمالك بنسبه كبيره، لان الزمالك محتاج انه يصعد بايده هو يكسب 3 مباريات، لكن لو تعثر في اي مباراه من الثلاثه يبقى هيبقى عاوز يصعد بي او عاوز يصعد يصعد بيد الاخرين. فالزمالك عشان يصعد من المجموعات لازم يكسب 3 مباريات القادمه، واتمنى من كل قلب يفوز 3 مباريات القادمه للصعود من المجموعات بكل اريحيه. نيجي للفقره اللي انا بحبها جدا وهي فقره التوقعات. ملك التوقعات يعود من جديد، ملك التوقعات في افريقيا، تقريبا كل المباريات اللي كنت متوقعها بيقلش مني ماتش او ماتشين، ولكن جينا النهارده عشان نتوقع الجوله الرابعه. اول مباراه وهي مباراه المريخ وسيمبا التنزاني، وانا اتوقع للاسف تعثر المريخ وفوز سيمبا التنزاني على المريخ. المباراه الثانيه مباراه الاهلي المصري وفيتا كلوب الكنغولي، وتوقعي ايضا هو تعثر الاهلي المصري وفوز فيتا كلوب. المباراه الثالثه وهي مباراه الهلال السوداني وشباب بلوزداد، وتوقعاتي هو فوز الهلال السوداني على شباب بلوزداد. المباراة الرابعة وهي مباراة الوداد المغربي وحورية كوناكري، وتوقعي المباراة دي ان هي الانتهاء بالتعادل. المباراة الخامسة وهي مباراة مولودية الجزائر وتونجيث، وتوقعاتي هو فوز مولودية الجزائر على تونجيث. المباراة الأخيرة مباراة الزمالك والترجي التونسي، والمباراة اللي فاتت توقعت فوز الزمالك وخسر، ولكن المرة دي أتوقع أيضا فوز الزمالك، وإن شاء الله التوقع دون يظبط المرة دي. بس في النهاية ده كان وجهة نظري أنا ورأي شخص واحد اللي هو أنا في مباراة الجولة الرابعة. قول لي رأيك أنت في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك في المباراة، قول لي توقعاتك مين يقدر يصعد المجموعات، هل الأهلي والزمالك طرفين النهائي السنة اللي فاتت ممكن يخرجوا من المجموعات السنة دي؟ قول لي توقعاتك كلها في الكومنتس، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان الحلقة توصل لأكبر عدد من الناس، ولو أول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وينزل الحلقات أول ما تنزل تجيلك أنت أول واحد، وتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بينزل حاجات مختلفة جدا هتلاقيها في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر كم عدد مصطفى عشان الحلقة الجاية. سلام.